نظم الثناء على اللجنة الدائمة للإفتاء للشيخ بلال بن محمود عدار الجزائري، يقول فيها: حمدت الله من أسدى وجادا وأستجديه عونا والسدادا. حمدت الله من أسدى وجادا وأستجديه عونا والسدادا. خليلي لجنة الإفتاء تاج وصرح عن حياض الدين زادا. مضت 50 عاما مذ تراءت فشعت في الدنا تهدي العبادا. حباها الله مجدا مع قبول وفضل الله يسقيه الفؤاد. لشرق الأرض يزجي أو لغرب فمن ذا يمنع الغيث البرادا. نصوص الوحي والأسلاف نهج قفت مسراه فقها واعتقادا. وترجيحا وتيسيرا وسبكا وإعمالا لأصل وانقيادا. وتحرير الفتاوى بالتحري وفي التوقيع جمعا لا فرادا. فتاويها سقت مراد فقه وللقراء ترياقا وزادا. فتاويها سقت مراد فقه وللقراء ترياقا وزادا. فقل للطاعنين الحق أمضى ودق السيف بل دق الغمادا. فمن رام المعالي لا يغالي ولا يبغي ولا يقصي عنادا. ولا يسعى إلى المفتين يزري بفتواهم قضوا فيها اجتهادا. ويفري فيهم بالظن يذروا بأوهام وفي العين الرمادا. ويفشي في الورى إنهم سعاة إلى السلطان زلفى وارتادا. لحجب الناس عنهم ثم يوري زناد الغدر يذكيه اتقادا. وهتك الستر قد أمضى إلهي لمن رام الدواهي والفسادا. يقسي قلبه صفوان صلدا ويصليه المهاوي والوهادا. فمجوا نزغة الجهلاء وامضوا إلى الديان إن ودادا. ومدوا لجنة الإفتاء طرا دعاء الله من أرجى المعادا. وصلوا مع سلام باجتهاد على من علم الدنيا الرشادا. وصلوا مع سلام باجتهاد على من علم الدنيا الرشادا. وصلوا مع سلام باجتهاد على من علم إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.